يا مرحبا. زمان وحنا صغار بعد كنا لما نحضر كابتن ماجد زمان شوف العابنا كيف كنا لما نحضر كابتن ماجد. انا رحت اشتريت هذا الشورت الابيض والله ايه كابتن لا مو كان كابتن ماجد عندنا شيء كبير كابتن ماجد وعندنا لحقنا لا لحقت عليه هي تعرف احنا كان عندنا هذا الشبكة الهوائية نطلع يا وسيم اطلع لفة شمال بس ومن الوالد بس خلاص ارجع ايوة بس ايه لا المشكلة مو هنا كان اعظم اختراع لنا لما اخترعوا جهاز يحرك هذا عندنا اختراع كان ايه والله كنا زمان لبسنا شرط ابيض ودلاغ اللي هي الجورب الابيض وكذا حتى تسريحة الشعر جعلتها مثل كابتن ماجد ننزل نلعب ويا ليتنا نعرف نلعب. فالشاهد شوف كان حتى الرسوم المتحركة كانت تساعد على التحرك. الان لا شوف الرسوم بوكيمون بس الترجمة ولد شو هذا يا ولد بوكيمون وهذا بيكاتشو وشو البيكا هي والعاب واطفال ديجيتال تجد الولد بيكاتشو ويعق شغله بسم الله الرحمن شو بلا. زمان كانت لا كرة قدم كرة سلة ما اعرف ايه حتى يساعدوك عبر الام. يعني من منا الان من المستمعين ما تابع هذه الامها جودي أباوت اللي امها ضايعة واللي عندها باص كان مثلا نسيت اسمها او ساندي بيل. من ما كان يتابع ساندي بيل هو يدور على من ما كان هايدي الجميلة فلونا يا أخي الرسوم تحرك الليث الأبيض إيه مثلا جريندايزر هذا مصيبة هذا كنا نقلده كنا نطالع السماء ننتظر يأتي جريندايزر الرجل حديدي والحين لما أشوف أضحك أقول كيف كان يضحك علينا والله العظيم. اليوم لما أشوف الرجل الحديدي حتى على اليوتيوب أقول كيف كنت أتابعه هذا يعني يمشون اللعبة مبين كلها ويأتي يتصارع على الرجل الحديدي يعني شيء جميل. وين أيام هذه وين أيام هذه. وحتى كانت مثلا ما كان عندنا فلوس الله حق يعني الكرة القدم يوم تنفجر وش كنا نسوي تعرف سالم كنا نحط فيها دلاغات ونقطبها عرفت ونلعب فيها والامور الحياه حلوه والله الحياه حلوه الحين الولد اذا الكره جت مي عليها بابا ابغي كوره هذه هي اي بالضبط ياخذ الكره ويروح هي. انا في كان عندي ولد عم الوالد اشترى له كره والده فكان كنا ما نزعله حتى مثلا تطلع الكره برا يقول جول خلاص ابشر ما عندنا فاول شو نسوي ما تخيل حي كامل ربما فيه 40 طفل بس عندهم كره واحده وكنا نجتمع مع بعض ونلعب مع بعض هذه الحياه الجميله. رساله تقول يا شيخ الكره بحبوب تطبع في وجهك يصيبك شلل والله يوم كان اذا حد شاتها جت في الوجه تشعر يا رجل نصف شلل نصفي هذا عبود الجابري. أيضا رسالة تقول يا شيخ رعد العملاق يا سلام. وأيضا رسالة تقول نسر الذهب الليث الأبيض مسلسل إلى أبي وأمي مع التحية افتح يا سمسم يا أخي افتح يا سمسم. نعمان مثلا كنا تربينا على نعمان كنا تربينا وكان يعلمنا الأدب. يا شيخ كابتن ماجد لحين عندي يا شغله وأنا عمري 31 سنة هي. يعني فعلا كنا نحب هذه الأشياء. هي رسوم متحركة جعلتهم يحبون كرة القدم. هي شوف أنت المهم مستمعين الأثير يسمعونك صح؟ لا لازم يسمعوك عشان ما يقولوا ليش الشيخ يسكت يقول هي صح عرفت لازم يسمعوك. أيضا رسالة تقول يلا أعطينا مكالمات يلا أم محمود تفضل يا أم محمود. أم محمود السلام عليكم. سلام ورحمة يا مرحبا يا أم محمود. يعني أنا كل يوم بحاول ما أخبرك قد إيه بس لأوصل لك. الله يسعدك يا أم. الحمد لله وأخيرا مرحبا على هالبرنامج الحلو ما شاء الله عنك وكل مواضيعك كتير هادفة بس اليوم بالذات يعني أنت ضويت على موضوع إحنا عم نعاني منه وأنا بالذات بشغلي لأنه بشغل معلمي وبعلم الأطفال
العمر الصغير 5 سنين و6 سنين، فإحنا عم نشوف كل هيدي المشاكل بهذا العمر. فعن جد فعلا والمشكلة عم بتصير لأسوأ. ما في أهل حتى لما تحكي للأهل دايما دايما الكيسز عم بتكون عنا أنه ابنكم ولد سويل منزوع الولد بالترباي، ما عم يقتنعوا الأهل. فبتمنى أنه هذا الموضوع حتى يأخذ بعد أكثر من هيك بكثير. أكيد إن شاء الله. يمكن ما بيكفيه. إيه فقدوا عيالنا الشجاعة من شدة خوف الآباء والأمهات عليهم كثير، يعني عن جد مأساة. وأنا بحزن على هذا الجيل لأنه ما عم بيعيش عمره. يعني هذا الجيل لما إحنا نعطيه مثل ما قلت الآيباد وهالأمور كلها هيدي أصلا هي اللي عم تأذي للجيل، وإحنا بمعتقدنا أنه إحنا عم نساعده. هذا شيء كتير غلط والأهل عم بيفقدوها كتير. فبتمنى أنه لا كل شيء عم تحكي مظبوط 100%، وبتمنى أنه الأهل يستوعبوه. بس صدقني اللي عم بيسمعوك نفسهم عم بيعملوا هيدي المشاكل مع أولادهم، عم بيضلوا نفس الشيء ما عم تغير شيء. يعني حيسمعوا وحيقولك إسكي معك حق وكل شيء منيح، برجع بروح على بيته بعمل نفس المشكلة. الله يهديهم. يعني صح صح. يعني ما للأسف الشديد. فالله يهديهم يا رب الأهل، يعني ليربوا الأولاد مثل ما لازم يتربوا. آمين. ومثل ما قلت يعني إحنا وصغار، أنا لما رحت حتى مش بس كتير صغار، طلعت على الجامعة قد ما أهلينا عطونا الثقة وعلمونا نعتمد على حالنا. أنا كان جامعتي بعيد عن البيت 2 ساعة، يعني كان لازم أخذ سكن الجامعة. لما قلت للوالد الله يرحمه خدني سجلني بالجامعة، قال إذا ما عرفت تروحي سجلي حالك بالجامعة معناته ما بتلزمك هيدا الجامعة، خليكي بالبيت. من أولها لما تعلم الولد وتعطيه الثقة يعتمد على حاله كل شيء هو بيعمل الولد. بس للأسف إحنا يعني we're spoon feeding the kids، كيف كأنك قاعد وبدلك تلقنه للولد بالمعلقة. هيدا اللي عم نعمله بكل شيء. فبتسكرك مرة ثانية على البرنامج. أشكرك يا محمد. وهذا الموضوع بليز يعني لازم تعملوا حتى دورات، ما بعرف إذا بتقدر تعملوا دورات توعي للأهل. والله إن شاء الله الموضوع أتمنى 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 بإذن الله. صح، لأنه هيدا الجيل اللي عم يطلع بعد، أنت شوف لك بعد هلا 10-20 سنة يطلع جيل كيوت. هي والله يطلع جيل كيوت. المشكلة أولادهم، يعني هيدا هلا أولاد هيدا الجيل بعد مأساة حتطلع. نعم صحيح. يعني الله يهديهم يا رب. نعم الله الله عليك. لا بالعكس. نعم حتى يا مرحبا اهلا وسهلا. حتى وحنا صغار كان توم ماجيري، تعرف توم ماجيري؟ الحين النسخه الجديده ما احب انا، هي احب النسخه القديمه توم ماجيري هذا اللي من تربينا ومشاق كنا نجلس. وكان الجميل فتره الاطفال من ساعه مثلا 4 إلى 5 او من 3 إلى 5 مثلا، بس ساعة هذه الفترة كنا ننتظرها. الآن لا، قنوات أطفال 24 ساعة أطفال كذا، يعني حتى تجد الولد يوم راحة يجلس على التلفزيون ما يطلع برا. حنا أنا أذكر والله الوالد الله يحفظه كان يخلينا نزرع، اطلع يا ولد، كنا نقول انكش حول الشجر، نمسك هذا ووزق الشجر، تربينا هكذا. نعم من معي أم راشد.